السلام عليكم، صباح الخير عليكم. من كورنيش عين دياب جيبوا لكم هاد الاجواء ديال الصباح. صباح الاعصاب، شويه الضباب اليوم. دابا حنا تقريبا شي 7 و ربع بحال هكاك، 7 و ثلث. وهادي اجواء ديال الصباحيه اللي كتكون هنا في كورنيش. الجو بارد شويه، الناس كتمشى. كنصوروا هاد الاجواء هذا بالنسبه للناس اللي شحال هادي ما جاو هنايا وتوحشوا هاد البلاصه، باب النوستالجيا، خصوصا بالنسبه للناس اللي كاينين خارج الدار البيضاء وخارج المغرب وتوحشوا الاجواء ديال البلاد. الشمس بدات كطلع دابا، وحنا غادي نتمشاو شويه، نزيدو نتعمقوا شويه في هنا. كاين هاد الأجواء هاد البحر، وهنا القهوة المعروفة اللي كاينة هنايا في البلاصة، كانت بيسين معروف شحال هادي تروبيكانا، أماكن اللي معروفة هنا في هاد المنطقة هادي. ما غادي مازال كنتمشاو، الجو زوين بارد ولكن مبارد ما قاصحش بزاف، واحد الجو كيفيق وزوين تبارك الله. وحنا غاديين كنتمشاو سيدي، نوصلو لكم الصوره.